أصالة بتتجوز جوزها تاني. فرحة وزغاريد وفستان ب1150 دولار. خلونا نعرف التفاصيل. لبست أصالة فستان أبيض وتزفت في كواليس برنامج سعودي آيدل. هتقولي مش هي اوريدي متجوزة فائق حسن؟ هقولك صحيح، بس كنوع من التعبير عن حبهم لبعض عملت زفة وفرح جديد في كواليس سعودي آيدل، وده برنامج مواهب سعودي أصالة مشاركة فيه ضمن لجنة التحكيم مع المطربة أحلام والفنان ماجد المهندس والشمسي وأصيل أبو بكر سالم. انطلق برنامج المواهب السعودي سعودي آيدل من أيام، وأصالة سبق وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في البرنامج من خلال نشرها لمجموعة صور على موقع إنستغرام، وعلقت عليها وقالت: حلقة اليوم من سعودي آيدل كانت كلها إبداع من الموهوبين وسلطنة ليوم السلطنة. حلقة اليوم كانت حلوة ممتعة ونعمة، وأنا أصبحت معجبة بهذا البرنامج. وكحركة في البرنامج، قررت أصالة أنها تثير جدل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من خلال زفة جديدة على زوجها الفعلي والحالي فائق حسن وسط فرحة وزغاريد، والجمهور كان مبسوط وسعيد بالاحتفال ده، خاصة أن أصالة كانت متألقة بالفستان الأبيض، فكان من ضمن تعليقات الجمهور: عروستنا الحلوة. وحد تاني قال: زي العروسة، مستحيل هذا الجمال. أما عن الفستان اللي ظهرت بيه أصالة، الطاب من تصميم زيمرمان ونوعه من الدانتيل، وسعره حوالي 1150 دولار، يعني تقريبا 35,000 جنيه مصري. ولبسته أصالة مع تنورة بيضة طويلة للأرض وتحتها شوز باللون الفوشيا، وصففت شعرها مموج ولملمته لفوق. أصالة بالفعل اتجوزت فائق حسن في سبتمبر 2021، وده بعد طلاقها من المخرج طارق العريان. أصالة في الفترة الأخيرة كانت أثارت الجدل بسبب ظهورها بتدخن في كواليس برنامج سعودي آيدل. يا ملكة أصالة ندمانة وبتعتذر لجمهورها بعد ما دخنت قدام الكل، والمطربة أحلام طلعت تدافع عنها. طب ليه مش قادرة تمسك نفسها قدام الجمهور، أو حتى تحافظ على شكلها ومكانتها وحب الجمهور ليها؟ بدأت أصالة تدخن قدام الكل بكل أريحية وبدون ما تراعي وجود جمهور شايف كل حاجة بتحصل، وفعلا حد من الجمهور صورها ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. المقطع بمجرد ما انتشر أثار جدل كبير وانتقادات كتيرة، وعبر الجمهور عن استيائهم من الموضوع. الفنانة الكويتية أحلام دفعت عن أصالة من خلال تويتر على موقع تويتر، وقالت: أعذر مروري تغريدة مستفزة وغير لائقة، وهذا لن يقلل من قدرها، هي إنسانة عفوية وتحترم جمهورها، وإلا كانت دخنت على الهوى ومثل ما شفت وراء الكواليس والناس اللي تتصيد من دون أي احترام لخصوصيتها. ومن بعدها طلعت الفنانة أصالة وردت على أحلام، وفي نفس الوقت اعتذرت للجمهور على تصرفها، وقالت: غاليتي لومي، ألف شكر على كلامك الطيب وشعورك الغالي، واليوم كنت رح رد وأعتذر على تصرفي، وطبعا ما كان المفروض أشرب فب قدام الناس، بس كان وقت التصوير طويل وأخذت من صديقة موجودة وشربت منها شوي وللأسف صوروني، بكرر اعتذاري ورح كون أحرص على صورتي اللي كلنا سوا شكلناها. أحمد بن هاشم الملكي كتب تويتر بين فيها قد إيه هو اتضايق من تصرف أصالة، وقال: أصالة نصري فنانة مميزة فنيا، لكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملائها في اللجنة بتدخينها الفب على الملأ، من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك، ويبقى هذا التصرف مع نفسك بعيدا عن إزعاج الآخرين. للعلم الفب لا يقل ضررا عن الدخان، وربما أضراره أكبر. قولنا رأيكم في إن أصالة عملت زفة جديدة على زوجها الحالي.